بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها أمين. إن حبينا نختار يوم من أيام السنة علشان نتكلم فيه عن الفوضى هيبقى يوم أحد الشعانين وعشية أحد الشعانين، ويليهما في الفوضى يوم إيه؟ الجمعة العظيمة. الشيطان بيحاول بكل الطرق يعمل فوضى في الكنيسة، وأكيد معظمكم سمع على اللي عمله الشيطان النهاردة في كنايسنا في مصر، كنيسة في طنطا، كنيسة مرجرجس أبو النجا، دي كنيستي أنا تربيت فيها لما كنت طفل صغير، وترسمت فيها شماس من أكتر من 60 سنة. وفي طفولتي كنت بشوف البنائين وهم بيبنوا في الكنيسة الجميلة ديت، وعصرت افتتاحها، وكانت الشقة بتاعتنا قدام الكنيسة، كنا ساكنين قدام الكنيسة. فكنيسة لها غلاوة ومعزة كبيرة جدا. الشيطان راح عمل الفرقعة بتاعته واستشهدوا فيها حوالي 38، من ضمنهم عم أماني جرجس مرات الدكتور ألفريد، وأبوها وستها تعورهم، وراح عدد كبير، وراح عمل كمان قنبلة تانية عند الكنيسة المروسية بتاعتنا في اسكندرية، وسيدنا البابا نفسه كان بيصلي هناك لكن ربنا حافظ عليه، والفرقعة حصلت خارج الكنيسة. هو الشيطان أصله متغاظ قوي من الكنيسة، وعاوز يفسد العبادة، وعايز يعطل الناس عن العبادة. ولما بقول نتكلم عن الفوضى، لأن المسيح له المجد، لما دخل الهيكل يوم أحد الشعانين لقى فوضى فظيعة جدا، اللي بيبيع واللي بيشتري واللي بيغير عملة واللي بياخد عمولة واللي بيفاصل واللي بيتخانق واللي بيزعق، مع ان المكان ده اللي حولوه قال عنه الرب يسوع مغارة لصوص كان دار الأمم. الهيكل في الوقت ده كان كذا جزء، كان جزء اللي في الأول خالص وانت داخل بيسموه دار الأمم، يعني اللي هم مش يهود ممكن يدخلوا في المكان ده ويصلوا مسموح لهم، وبعد كده دار اليهود دي اليهود يخشوا يصلوا فيها، وكان جنبها دار النساء، وبعد كده الجزء الأساسي من الهيكل اللي هو القدس، القدس وقدس الأقداس. القدس بيدخلوا الكهنة كل يوم يتمموا الخدمة، وقدس الأقداس يدخلوا رئيس الكهنة مرة في السنة. فالمفروض ان الدار الخارجية دي اللي هي بتاعة الأمم تكون مراية، لأن دي اللي بتظهر العبادة اليهودية وتجذب الناس اللي ما يعرفوش ربنا لربنا. لكن للأسف حنان وقيافة رؤساء الكهنة حولوه لمغارة للصوص علشان ياخدوا عمولات، كانوا بيفرضوا عمولات كبيرة قوي، فحولوا بيت الله مكان العبادة إلى مغارة للصوص. مش عارف فين ال عايز طبعا أنا سرحت ومش على فكرة. قبل ما سيب حكاية الفوضى اللي عملها الشيطان في طنطا بلدنا دي، سيادة السفير اتصل بي بدري قبل القداس بيعبر لي عن أسفه، وبيعبر لكم كلكم عن أسفه للي حصل في البلد، وصل السفير طنطاوي روخر زي، فبيعبر عن شديد أسفه لكل اللي حصل. طبعا نرجع تاني لحكاية مغارة اللصوص. فوضى في سائر أرجاء الهيكل، الخطية وجدت طريقها إلى بيت الله وأفسدت وخربت ودمرت ما هو مقدس، على العكس تماما لما يجب أن يكون عليه الحال. وطبعا زي ما احنا عارفين
لما تخش محبة المال تخش معها إيه؟ سائر الشرور. أساءوا استعمال مكان العبادة وأساءوا استعمال العبادة كانت شوشرة كبيرة جدا وحركة رايحين جايين رايحين جايين زي الشمامسة كده اللي انتوا شايفينها. ما مش عارف أعمل إيه معاهم، أنا بشتكيهم ليكوا يعني. طبعا لما بتكلم على الشمامسة بتكلم على 80%، عندنا حوالي 20% كويسين. ما اقدرش ازود عن 25. انا بشتكيهم ليكوا صدقوني، لان عاملين لي ازعاج. فللاسف يعني مكان العبادة اتحول لسوق زي ما بتشوفوا احيانا بيحصل. يعني اللي جه امبارح منكم عشية كان سوق، يمكن عملوه النهارده في كنيسة القيامة وسابوني اعرف اصلي. ما اعرفش ليه يعني. صحيح ما احنا عاوزين العيال يجوا الكنيسة ويشاركوا في العبادة وعلى حكاية حد الخوص دي، انا فاكر على كنيسة طنطا دي لما كنا صغيرين في مدارس الاحد كان يوم حد الخوص يلبسونا زي بتوع اللي حصل، يلبسوا واحد زي يسوع ويركبوه على جحش ويلبسوا كم واحد زي التلاميذ وكنا نلف حوالين الكنيسة. فالرب يسوع لما دخل لقى فوضى التجار والزباين مشغولين بأي شيء إلا العبادة. دخل الرب يسوع طبعا بقوة وسلطان بصفته رئيس الكهنة الأعظم وبصفته صاحب البيت، ده بيته وبيت الآب، ودخل وما احتملهوشي وطهر الهيكل وكرشهم بره، واللي عصلك راح جاب كرباج وضربه. ما هو الرب يسوع عصله يستعمل الأول معانا اللين، واللي ما يسمعش مش حيسيبه، يروح مديله بالكرباج يمكن ايه يفوق. طهر الهيكل وقال لهم بيتي بيت الصلاة يدعى، أنتم جعلتموه مغارة لصوص. غضب جدا الرب يسوع له المجد لما لقى الفوضى ديت في مكان العبادة. ده هو صاحب البيت يجي يلاقيه بالشكل ده ما قبلش أبدا أبدا أبدا. ما بين الهيكل والكنيسة، الهيكل ده كان رمز وظلال بكل العظمة والأباء بتاعته ديا، ما كانش هو الـ 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 كمال إرادة الله بالنسبة لبيت العبادة. الكمال كان في العهد، تم في العهد الجديد، فكان رمز وإشارة، وكل الذبائح اللي كانت بتقدم فيه دي كانت رمز لذبيحة المسيح له المجد. فالكنيسة هي هيكل الله وبيت الله، والرب يسوع بذل نفسه وافتدى الكنيسة بدمه ليحضرها إيه؟ كنيسة مجيدة بلا عيب ولا دنس. وده اللي قال عنه يعقوب لما كان هربان من وجه أخوه، ربنا ظهر له في السكة، قام وقال ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله وباب السماء. وداود يقول ببيتك تليق القداسة يا رب إيه؟ إلى طول الأيام. لازم نعرف وإحنا جايين للعبادة إن إلهنا إله نظام وليس إله تشويش. معلمنا بولس بيقول لنا كده، إلهنا إله نظام وليس إله تشويش. فلما نشوف الفوضى ونلاقي بعض الشمامسة اللي هم المفروض بيعاونوا الكاهن في الخدمة وحفظ النظام ما يحافظوش على النظام. طبعا أنا كنت أحب أن أتكلم الكلام ده بيني وبين الشمامسة، لكن مش عارف أتلم عليهم، فأنا مضطر أكلمهم قدامكم. يعني حاولت كتير أعمل معاهم اجتماعات ما بيجوش، بيجوا 25% اللي بقول لكم عليهم دول، فقلت أكلم الباقيين في وجودكم يمكن يتكسفوا. الخدمة، خدمة الشموسية في الكنيسة دي خدمة مهمة جدا في مساعدة الكاهن في الخدمة، وهي أساسا خدمة تعليم وخدمة تسبيح، مش مجرد واحد لابس حاجة بيضة ورايح جاي بيتسلى.
ولا ما يردش غير لو الميكروفون قدامه. لو الميكروفون مش معاه هو اللي بيقول في الميكروفون يقول، مش هو اللي خد الميكروفون، او اللي واقف في الاول يقول ما انا واقف في الاخر. ما يعرفش المنطق ده منطق شاذ ومنطق غريب، ومش هي دي الخدمه ابدا. ده هم المفروض بيسبحوا مع الملائكه ومع الشيروبيم والسيروفيم، انما علشان تتحول الى مجرد مظاهر او حضانه للاطفال، الام اللي زهقانه من ابنها تبعته لي هنا تقول روح عند ابونا، ويجي عند ابونا يزهق ابونا في الخدمه. ما ينفعش الشماس يكون وصل الى درجه على الاقل يعرف يقف ويقدر يستحمل ساعتين ثلاثه، انما لو لسه مش قادر يستحمل، ده في كبار ما بيستحملوش، وتلاقيهم في الخوارس وتلاقيهم هنا وهنا بيتسلوا. حتى الملابس، يعني بتالي ابسط حاجه في النظام الالتزام بالملبس، وانه يكون بمظهر لائق. وكل اللي بنقول لهم بس وصلوا لغايه الاوضه هتلاقوا نجاة ولا نجوى ولا منى يدوكوا التونيا ويدوكوا البطرشين، مش هان عليهم حتى يوصلوا وياخدوها. دي اسمها فوضى. العبادة بالكنيسة يجب أن تكون بخشوع ومهابة وتوقير وتقديس. الله مخوف جدا، مكتوب عنه إلهنا إيه؟ نار آكلة. إلهنا نار آكلة. ده إشعياء لما شاف الرؤية في الهيكل قال ده أنا خلاص راح ضعت، ويلي إني قد هلكت، لأن إنسان نجس الشفتين وساكن بين شعب نجس الشفتين. يعني هو ربنا اللي ظهر لإشعياء غير اللي موجود معانا هنا على المسبح؟ ما هو 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 هو. هل بنقف قدامه بمخافة وخشوع زي إشعياء نقول له يا رب هنروح فين قدامك، وهم يبعت لنا واحد يطهر من السرافيم بجمرة، والجمرة دي تشير إلى كلمة الله وإلى السر المقدس ويطهر شفايفنا؟ نحن أمام إلهنا النار الآكلة، يجب أن تكون العبادة أمامه بخشوع وناخد بالنا من الفوضى. الكبار طبعا المفروض يكونوا قدوة للصغيرين، كل معهم أطفال ياخدوا بالهم منهم ويحافظوا على وقار العبادة. في واحد اسمه ستيف كوفي بيحكي حكاية حصلت معاه يعني وكتبها. ستيف ده في مرة كان راكب الصابوي في نيويورك، في الصابوي بتاع نيويورك ترمال اللي تحت الأرض، ففي محطة من المحطات دخل واحد ومعاه ثلاث عيال، يعني أب ومعاه ثلاث عيال. الثلاث عيال دخلوا الصابوي قلبوه، اللي بيجري من هنا واللي ياخد جورنال يرميه على واحد واللي معاه سندوتش يقطعه ويرميه في الأرض، عملوا فوضى في قلبوا الدنيا، واللي يزعق واللي يصرخ واللي يتخانق مع التاني قلبوا الدنيا. فاللي اسمه ستيف ده بص للاب وقال له مش شايف عيالك بيعملوا ايه؟ الاب كان قاعد مسهم كده وساب العيال، قال له ما تشاف عيالك بيعملوا ايه؟ مش تقول لهم كلمه يسكتهم؟ ده قلبوا الترماي. قال له اه صح، اصل احنا لسه جايين من المستشفى وامهم ماتت والعيال مش قادرين يتعاملوا مع الموقف، عشان كده فلتت من ايدهم تصرفاتهم ومش عارف اعمل ايه معاه. الجو اتغير خالص بقى في كل الجزء ده اللي من الصابوي، وكل واحد ابتدى يروح للعيال يطبطب عليهم ياخدهم في حضنه. العيال ايه؟ هدت. فلما نلاقي ناس اوت اوف كنترول، يعني فلت الحكايه من يمكن في مشكله وراها، يمكن في سبب ليه هم متمردين
وبيعملوا كده. لو أظهرنا لهم حب وعملناهم برفق ممكن جدا ان احنا نحولهم ونهديهم. فببيتك يا رب طليق القداسة كل الأيام. طبعا ربنا في كل مكان مش بس في الكنيسة، والمفروض ان احنا نسلك بمخافة الله في كل مكان مش بس في الكنيسة. نسلك بمخافة الله واحنا في المخدع، واحنا في أوضة النوم، واحنا في أوضة الجلوس، واحنا في الشغل، واحنا في الملعب، في أي مكان، لأن ربنا في كل مكان. الكنيسة هي بس الكنيسة دي عشان نتعلم، زي ما تقول إيه، تدريب. يعني ربنا موجود في كل مكان مش بس في الكنيسة، بس إحنا ربنا بيعودنا إن إحنا يبقى في مكان معين عارفين إن ده بتاع ربنا، فنبتدي نتدرب على إزاي نسلك في وجود الله. وده يساعدنا إن إحنا لما نروح بره في أي حتة برضو إحنا عارفين إن إحنا في حضرة الله. فنقول مع يعقوب اللي لما قام من الرؤية خاف وقال ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا إيه؟ بيت الله وباب السماء. يجب مراعاة أن تكون العبادة بهيبة ووقار، والملابس تكون ملابس الحشمة والوقار، تليق ببيت الله موضع العبادة والصلاة. على مدى التاريخ الشيطان بيحاول بكل الطرق يحول بيت ربنا إلى مغارة لصوص، لكن الرب بنفسه بيطرد الناس اللي يحولوا بيته إلى مغارة لصوص بطريقة أو بأخرى. يجب أن نراعي سلوكنا في الكنيسة، دخولنا خروجنا، الحركة تكون بوقار وبهدوء، الوقوف الجلوس، المشاركة في التسبيح والمردات، أثناء التناول. في ناس بتفكر مجرد ما ابونا يرفع الصينية خلاص ما بقتش كنيسة وما بقاش سر. مين قال كده؟ الكنيسة هي كنيسة حتى لو ما فيش فيها خدمة معينة. يعني لو دخلنا الكنيسة في وقت ما كانش فيه لا عشية ولا قداس معناها ما هيش كنيسة؟ ما زالت كنيسة. لما ابونا يرفع الصينية يعني معناها خلاص كل واحد يعمل اللي عايزه ويقول اللي عايز يقوله والصوت يعلى واللي ماسك المردات يقعد يخبط ويقول للناس اسكتوا؟ ده بيكون أقدس وقت في العبادة. فيجب أن تكون العبادة بروح أشعياء اللي وقف قدام ربنا وقال له يا رب ويلي أنا الشقي، ويلي لأني هلكت لأني إنسان إيه؟ نجس الشفتين وساكن بين شعب نجس الشفتين. وتكون بروح العشار اللي وقف في الآخر خالص مش قادر يرفع عنيف في وش ربنا مكسوف وقرع صدره وقال له إيه؟ اللهم ارحمني أنا الخاطي. كايوس إن ذا تمبل. I'm sure many of you, the English speaking, David who told me about what happened in Egypt at 7 o'clock. They are on the internet all the time and they know it before we know it. And as the evil one turned the temple to a den of thieves, he is trying to make chaos in the house of the Lord and sent two of his agents to two of our churches in Egypt, one in Tanta, the city I was born in, and to the church in which I was raised in, and I was ordained a deacon there. And 38 persons were martyred, and another one in Alexandria, where His Holiness was praying,
But thank God, no hurt happened to him. The palm was outside of the church. Satan always wanted to spoil what is holy and turning it to chaos. But the Lord never accepts that his house should be turned to a den of thieves. There is big similarity between the temple and the church. The temple was symbol to the church of God of the New Testament. In it was the shadows and the symbols, but the church is the fulfillment of the promise of God to live among his people. The church is his house. And as Jacob, when he was escaping from the face of his brother, and he saw the vision of the ladder joining the heaven and the earth and the angels going up and down, when he woke up, he said, "How awesome is this place? This is none other than the house of God. And this is the gate of heaven. This is the place in which we are here now. The house of God and the gate of heaven." And David says about it, "Holiness adorns your house, O Lord." We should observe ourselves how we conduct the worship in the church in awe and in reverence. And be thankful that God permits us to be in his house and to accept us to stand before him and pray. In awe, reverence, and godly fear, Isaiah saw the vision in the temple, the Lord sitting on a high chair and Israel filling the temple. He found himself so sinful, was not worthy to stand before the Lord, but the Lord accepted him and cleansed his lips. When we come to the church, we should come in this spirit. It is the house of prayer and worship. Once, three professionals gathered together. A doctor, surgeon doctor, and an engineer, architect, and a politician. They were arguing with each other which profession was first in the very beginning of creation. Which one of the three professions? So the surgeon said, "Of course, doctors, surgeons, you know how God created Eve? He took a rib from Adam and he made Eve. This is operation." Then the engineer said, No. Engineering is first. It was chaos, and God started by putting everything in place and in order. So engineering is first. So the politician answered and said, "Whom do you think made the chaos? Whom do you think made the chaos?" And he put himself in the beginning. So when we come to worship, we should be careful not to turn it to a chaos. It is the house of God and the gate of heaven. The Lord established his house among us. When he went on Palm Sunday to the temple, he found it turned to a den of thieves. He did not accept it, and he expelled all those who turned it to den of thieves. And his disciples remembered the verse which says, "The zeal of your house
consumed me. The war, the Lord was flamed with zeal, cleansed the temple. Even when it was needed to use a whip, he did. God starts with us with an easy way to get our attention. If he doesn't get our attention, the easy way, he will use the whip. So it's better for us to behave and listen before using the whip. The temple was symbols and shadows for the New Testament, for the Church of the New Covenant. The congregation, the believers, meet together in a certain place, consecrated place, which is called the church, for worship and offering sacrifices of praise. It should be revered. Holiness adorns your house, O Lord. Be careful not to make it chaos, because our God is God of peace, not of confusion. We should be careful lest Satan enter to ruin the holies. Look at what happened on Palm Sunday back at that time. The Lord is the same. Let us be careful, for our God is God of order, not author of confusion. We should offer worship in the spirit of Isaiah, in the spirit of the publican who stood far at the end, didn't raise his eyes, beating his chest, saying, God be merciful to me.